بيعمل هنا شنوها؟ بيقلل منها. دي ما فيها اشكال. وما حيجيك بيشنس كثير عندهم مشاكل زي دي. بالنسبه لكلام ده ما مهم شديد. لكن تعرف كويس جدا انه الاي في نود بيجي سمباثيك. ايش بيعمل السمباثيك؟ بيزيد من اللي عنده عنده محاضره يمشي خلاص احنا انتهينا خلاص المحاضره الرسميه انتهت عايز يطلع يطلع. الاي في نود الكوندكشن في الوسط بتاعتها هنا شنو ها؟ مالها؟ هتزيد بواسطه السمباثيك. الكوندكشن يعني السرعه بتاعت الانتقال بتاع الامبلس اكروس ذا اي في نود. من الساينس للاي في في جوا الاي في نود نفسها. في جوا الاي في نود نفسها اسمها ذا كوندكشن في الوسط. This is the convection velocity. The convection velocity. يلا بسرعة. Come on. ها. قوم. يلا عشان يلا عايز نطلع بسرعة. لأنه محاضرة حصيرة. خلاص انتهينا نحن. بس عارف القناوة ده بس عارف وما عايزين أكثر منه ها. امشي. يلا. كونفكشن فيلوسيتي في الحاله بتاعت اس اي نوت الاي في نوت السمبثيك بي لانك زي ما انت عارف الامبلس اصلا لما تجي للاي في نوت بتكسر شويه فهمت الكلام؟ يعني طالع هنا الاس اي نوت لما تجي تخش الاي في نوت هنا سرعه الانتقال بتاع الامبلس از فيري سلو ودي عندها حكمه ربانيه لانه لو مشى طوالي الاكسايتيشن بتاع الاتريوم هيجي بعده مباشره الاكسايتيشن في شنو ها؟ في البنتريكل لكن يعني عدد الدم البنتريكل فرصه يتعبى بالدم قبال هنا شنو ها؟ قبال ما يشتغل فرب العزه قام عمل هنا شنو ها؟ خلى الاكسايتيشن في داخل الاي في نوت يحصل له نوع من شنو ها؟ نوع من التباطؤ لانه لو الامبلس طلعت من الاس اي نوت هنا مشيت كده وطوالي مثلا على الاي في نوت ومن الاي في نوت طوالي طلع على الفنتريكل في هذه الحاله الاكسايتيشن بتاع الفنتريكل حيتم قبل ما الفنتريكل شنو يتعبى بدم كفايه لذلك رب العزه خلى الويف وده حنقول الكلام ان شاء الله في الاي سي جي كلام عن اي سي جي ان شاء الله بالتفصيل ان شاء الله سبحانه وتعالى حنقول هذه المساله الويف في الاي في نوت بيحصل لنا من التباطؤ فالسمباثيك بيساعد من هنا شنو بيساعد لما تعمل سمباثيك ستيميوليشن بيساعد على السرعه بتاعت الانتقال بتاعت الامبلس من الاي في نوت والبار سمباثيك بيعملها هنا شنو ها؟ نوع من النرفين طيب نجي للمصل هنا سواء كان اتريال مصل او كان فنتريكر مصل اول حاجه خدها في بالك الكونتراكشن بيسموه سيستولي والريلاكسيشن بيسموه هنا شنو ها؟ دايستولي الكتاب لو قال لك سيستولي وهو ساكت ساكت يعني شنو؟ ما قال ما قال يو ار رايت بس باقي الكلام بس الكلام الاولاني صح خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم انت الكلام الاول صح ما قال ما قال كونتراكشن هو قال سيستولي ايوه سيستولي طيب ما معناه كونتراكشن وهو ساكت ما قال اتري ولا قال شنو ها؟ تاخذوا طوالي بنت ثقل تاخده طوالي بنتريكل كتاب بيستعمل الحكايه دي كتير جدا يقول لك ديورينج سيستولي هو قصد البنتريكل طوالي ديورينج دايستولي قصد اذا قصد الاتريوم لازم يقول لك هنا شنو ها؟ اتريال سيستولي عن اتريال دايستولي لانه الدور بتاع الانقباض مناط به البنتريكل اكثر من هنا شنو ها؟ اكثر من الاتريوم واي تاثير عند الاتريوم في النهايه حيتعكس على هنا شنو ها؟ على الفنتريكل وبيضخ الدم منو للاورطه؟ الفنتريكل وبيضخ الدم منو للبالمونري ارتري؟ الفنتريكل برضه باليمين مفهوم الكلام؟ احنا بنركز كثير جدا على الكونتراكشن بتاع الفنتريكل دائما كتاب لو قال لك سيستولي او قال لك دياستولي وهو ساكت معناته قصد الفنتريكل لكن لو هو داير الاتريوم لازم يقول لك اتريال سيستولي او يقول لك اتريال دايستولي. سمباثيك نيرفوس سيستم هيجي كده من نص الطريق الان. This is the SA node خلاص انتهينا منها. ده الفنتريكل وده كده. سمباثيك
نيرفو سيستم بنفس الطريقه اخضر جاي على الاتريوم وجاي على الفنتريكل. وحنتكلم على الفنتريكل اي كلام نقوله في الفنتريكل بيسري على الاتريوم. لكن احنا ما مهتم يعني انت حسي الان انت ادريسنج كونديشن انت ما محتاج الاتريال سيستول اصلا لانه الدم ممكن يغادر الاتريوم عن طريق الفنتريكل بطريقه شنوها باسيف بيكون الصمام فاتح اصلا في كميه قليله جدا بتجي عن طريق شنوها السيستولي عن طريق الكونتراكشن يعني بتاع الاتريوم. انت ما بتحتاج لها الريستنج كونديشن لكن بتحتاج لها في حاله مثلا هنا شنوها اكسرسايز. مفهوم الكلام؟ ها طيب الان عندك هنا كده ده عباره عن الفنتريكل. Here we have now post ganglionic sympathetic neuron once again. نطلع هنا نوري بينفرين ومتحد هنا مع هنا شنوها؟ مع البيتا 1 ريسبتورز اللي موجوده في الهارت. اتحاد النوري بينفرين الان مع البيتا 1 ريسبتورز في قضية فيها تفصيل شوية احتمال نتكلم عنها قدام في الكاردك اوتبوت ان شاء الله بعد كم محاضرة. الكلام باختصار اتحاد النوري بنفرين مع البيتا 1 ريسبتورز وليد تو كونتراكشن اوف ذا فنتريكولار موسل. خليها شنو يحصل عن انقباض وبعض الدم لما تنغفض في الليد فنتريكل حتدف الدم في الاورطة طوال في الرايت فنتريكل حتضيف في البرمون الارتري. يبقى سمباثيتك نيرفوس سيستم استيمولاس بيتا 1 ريسبتورز اون ذا فنتريكولار مسل اند ذات ريزلت ان انكريس ان ذا فورس اوف كونتراكشن. فورس اوف كونتراكشن والزياده في الفورس اوف كونتراكشن يسموها الاصل الفارماكولوجي بوزيتيف اينوتروبيك افكت. Increased force of contraction. Increased force of contraction. الآن if you look now to the sympathetic nervous system أنا بركز معك كويس جدا. كلمة ما تخلي الأسبوع الجاي. إذا جيت يعني إذا أنت جيت ها الأسبوع الجاي. خلي بالك كويس جدا لقد سيمباثيتك نيرفوس سيستم الان زاد لي الهارت ريت عملية تاكيكارديا والسيمباثيتك نيرفوس سيستم الان زاد لي الفورس بتاعت الكونتراكشن عملية بوزيتيف اينوتروبيك افكت او زاد لي الفورس اوف كونتراكشن. معناته الان لما تزيد عدد الدقات وتزيد الفورس اوف كونتراكشن حجم الدم الطالع بيحصل له هنا شنوها؟ بيكون زايد. نموضوع الاسبوع الجاي ان شاء الله. اللي اسمه النتائج القلبي كارديك اوتبوت. اللي بيساوي الهارت ريت في الستروك فوليوم. The increase in the force of or the force of contraction itself اسمها الستروك فوليوم. يعني الفورس اوف كونتراكشن ستروك معناته ضربه فوليوم معناته حجم. يعني يزيد حجم الضربه. يعني اذا كان انت مثلا عندك الدقات عندك عاديه كده. مع السيمباثيتك ستيميوليشن هذا الكلام اللي اسمها هنا شبهها ستروك فوليوم يعني انكريس ان ذا فورس اوف كونتراكشن بمعنى اخر يعني انكريس شنوها في الستروك فوليوم يعني حجم الضربه. ده المصطلح اللي احنا شغالين به هنحتاج له لقدام جدا ستروك فوليوم حجم الضربه. حتى فهمنا بعد ذاك في المعالجه بتاعت الارتيريال بلود بريشر لانه لما تزيد كميه الدم الطالعه بيكون سبب في زياده شنوها؟ الضغط بتاع الدم كذلك. فمن المعالجه حنرجع لهذه المساله برضه. ننقص الهارت ريت، ننقص الستروك فوليوم حسب ما هو متاح بالنسبه لنا. باراسيمباثيتك نيرفوس سيستم بدي الاتريوم نعم ما في كلام بدي الاتريوم نعم
ده سيمباثيتك بدي الاتريوم برضو وده بارا سيمباثيتك بدي هنا شنو ها بدي الاتريوم برضو بيعمل انهيبيشن للفورس اوف كونتراكشن عكسه وما ما عنده اصلا راح كثير الحكايه دي لانه اصلا الكونتراكشن على الاتريوم قالوا ها ما هو مهم بتاع الفنتريكل لكن ما عندنا بارا سيمباثيتك جاي هنا ما في ما في ما في does not supply the ventricle it does not supply the ventricle اخر حاجه في السيركوليشن blood vessels دقيقتين بس اخر حاجه ركز كويس هديك الان ده اكزامبل لواحد في الاعضاء اللي ما فيها سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك واحد منهم ما بتم بتاعتك انت عارفون دي ها ده واحد منهم ده هنا عباره عن البلود فيسل اهو ده ايا كان نوعه ارتري فين ارتريول فينيول لكن ما كابيلري ده كابيلري لا شعير لا هتلقى هنا رب العزة خدت عضلات ملساء في هذا المكان خدت سموث مسلز اوف بلود فيسلز سموث مسلز قاعد في البلود فيسلز وفي السموث مسل دي في الفا ريسبترز زي ارنولف ريسبترز ان الهارت الهارت ما فيه الفا ريسبترز كلام في كلام انه فيه لكن بالنسبه لكم انتم ما في بالنسبه لكم ما في ذي ار نوت ذا ريسبترز ان ذا هارت الان في الفا ريسبترز هنا موجوده في العضلات الملساء مبطنه لجدار الاوعيه الدمويه خشيت المشرحه دخلتك المشرحه ما بتذاكر قطعتك حته حته وعينت البلود فيسلز بتاعتك ما بلقى عامله كده ولا بلقى عامله كده بلقى عامله كيف ما كده ولا كده هتكون كيف يعني اتكلم معاك انا كده ايوه نعم كده حاجه معقوله يعني الان انت اندرسين كونديشن جايك بوست جانجليونيك ركز كويس في الكلام ده جايك بوست جانجليونيك سيمباثيتك نيرون جاي هنا الالفا ريسبترز دي اللي هي جالسه هنا دي هنا كده جاي بوست جانجليونيك سيمباثيتك نيرون وطلع نور البينيفرين متحد مع الالفا ريسبترز الجالسه هنا and that will lead to contraction لكنه خفيف under resting condition بتاع smooth muscle soft blood vessels الكونتراكشن ده هو اللي مسؤول عن الحجم الطبيعي بتاع الوعاء الدموي بتاعك في الحاله بتاعت الراحه. الوعاء بتاعك بعد شويه ممكن يبقى كده. ممكن يبقى زي الابره كده. مفهوم الكلام؟ ها؟ يبقى وهنا ما في بارا سيمباثيتي. في البلود فيسلز ما في، ما عاد استثناءات قليله برضه شفت دي ذاتها ها؟ ما في بارا سيمباثيتي. يبقى حاصل شنو؟ سيمباثيتك نيرفوس سيستم under resting condition is continuously discharging norepinephrine that would react with the alpha receptors on the surface of the smooth muscles of blood vessels and that will bring a slight contraction which is responsible for the normal diameter of the blood vessel دي بنسميها sympathetic tone على القياس بالبار sympathetic tone مش جيبين البارس مكان شغال عشان شنو ينقص 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 الهارت ريت الان السيمباثيتك شغال عشان ايش شنو هاب؟ عشان ينقص الدايمتر بتاع البلود فيسل دي بنسميها ايش شنو هاب؟ بنسميها سيمباثيتك تون This is what we refer to as sympathetic tone. حساس جدا الوعاء الدموي. لو حصل لك كده بتطيح طوالي. لانه حيكون الوعاء واسع هنا شو ها؟
والضغط حيصل لي شنو ها؟ حيقل مره. لو حصل لك كذا حيصل لك ارتفاع في ضغط الدم. ده نحتاج له بعدين اللي قدام. هذا الكلام عباره عن كورنر في المحاضرات بتاعتنا الجايه كلها. كلها فاهمينه وبعدين ان شاء الله ما بنتعب. ما بنستنى نكرر الكلام مره ثانيه. وما في بارا هنا شنو ها؟ ما في بارا سمباثيتك نيرفس سيستم هنا. اوكي؟ دي كده المحاضره كانت غايبه علينا. ها؟ اخذناها الليله في التيتوريال بتاعكم ده. تمام؟ مافيا اسمه سموسوس.